انا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. ده واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انتهبل يلا. ابو العروسه رصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش تقريبا يا استاذ. يبقى اللي باع له التعبين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه. هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعبين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت البوليس والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه، ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000؟ تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون. أنا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصورة دي. ده مش أنا لوحدي اللي وسخ يا أستاذ. أخرس. عارف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. طب اكتبي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ أو أنا غبية ولا إيه؟ طب يبقى البيه؟
طبق تحتيه نقطة، اكتبيها. نحط بقى ايه؟ نقطتين فوق تبقى تاء. ماشي. فاهمة؟ فاهمة ولا عيد تاني؟ لا، تانية النقطة لتحت. اكتبيها بقى. بصي اللي بعديها. حط نقطة تالتة تبقى ثاء. بخرج لساني فيه. ايوه هي دي. شاطرة، اكتبيها بقى. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه مبسوطة؟ ناوية تكملي ولا زهقتي؟ هو أنا ورايا إيه؟ هيكون وراكي غسيل. هي المدرسة بتاعتك هتفرط في حقها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الغسالة وصلت أهي. أنزل أجيب العدم بتاعته طالع. يا بنت الإيه مبسوطة؟ إيه ده؟ الغسالة وصلت؟ إيه ده، أنت اشتريتي غسالة؟ أنا أحب أغسل غسيل كل البنات. الغسالة تغسل وأنتوا تنشروا، وحق مسحوق علينا كلنا. ولا طبعا المشاريب عندي، اعتبرني مغلوب. اهلا بالعطوفه. تشرب حاجه ولا مش عايز؟ مش عايز. مالك وشك مقلوب ليه يا صاحبي؟ الفرح ده شكله مش هيعدي على خير. احنا في خاطر يا رجب. والله انا قلت لك كده من الاول، انت اللي ركبت دماغك وطلعت على الرابع. بيدوروا على الفاعل. ما يدور. الله، الفاعل مجهول. ابو العروسه عامل مكافاه 50,000 جنيه لرشيدهم. مين اللي عمل العمله دي؟ يا دين النبي، 50,000 جنيه؟ ملناش دعوه يا عم، الله يربح. بعتوا ناس ابو رواش عشان يسالوا صيادين التعبين مين اللي اشترى منهم الشهر اللي فات. يا عم ربنا يعطرهم في اللي هم بيدوروا عليه. رجب، الموضوع مش زي ما انت فاهم. لا انا فاهم، ولو ما كنتش فاهم ما كنتش هبقى قاعد قدامك حاطط رجل على رجل ومطمن وبطفي سجارتي كده اهو كده اهو. طب طمني بقى عشان قاعد جنبك على خازوق من قلق. خد عندك يا سيدي، انا لا رحت ابو رواش ولا اعرف ابو رواش دي بتطرح ازاي اصلا، ولا اشتريت منها حتى جوز حمام مش جوز تعابين. ها؟ طب والتعابين جت منين؟ من سوق الجمعه اللي في الامام الشافعي. في هناك تماسيح حلوه قوي لو عايز على فكره. واقول لك على حاجه كمان، انا بعت عيل عطر من صبيان. امال الصبيان موجودين ليه يا عم عاطف؟ الله.